يلا وصلنا لمدينة الدار البيضاء، غندور الانطلاقة ديالنا وغنمشيو أول حاجة غنجربو الفطور هو الأول، غنمشيو للسقالة. البلاصة هادي كيعرفها الصغير والكبير، ولكن اللي مكيعرفوهاش الناس هي اللي كتشوفوها معايا إن شاء الله في هاد الفلوق هدا. يلا وصلنا لكازا إن شاء الله. خوان بالنسبة لكازا بورية هادي السقالة لقات هنا، جيت غنشوفها الطريق هادي. يلا معنا الإخوان، قريبة بزاف يعني غتمشيو على رجليكم. لا فامي ديالي بالنسبة لكازا بورية هادي ونشدو الطريق هادي نمشيو معاها. عشرين البلاصة هادي اللي غادي نشارك معاكم بلاصة واعرة، يمكن لكم تجيو تفطروا فيها، بلاصة واعرة بالنسبة للإخوان. كازا بور هي هادي، ولكن حنا غادي نمشيو، حنا قربنا لها على رجلينا نمشيو ونشارك معاكم السقالة. البلاصة هادي معروفة كيجيو لها السياح بزاف الإخوان، مادام أنني جيت لكازا نشارك معكم هذه البلاصه هذه. اخوان بالنسبه لهذه البلاصه هذه السقاله حنا قربنا ليها، مارينا شوبينغ مسجد الحسن الثاني، وهذا هو الطريق ديالو. وهذه البلاصه هذه كديكم المسجد الحسن الثاني، كديكم لعين الدياب، مرو كومون. هذه البلاصه هذه كامله على الطريق الساحليه. الاخوان وصلنا للبلاصه اللي بغيت نشارك معكم، هي هذه عندها منظر واعر. غنطلعوا غنسيروا في البلاصه ونشوفوها جميع، وعاد غادي نخرجوا مدافع نشوفوا هذا المنظر هذا ونشوفوا يعني الاجواء كيفاش كاينه. بالنسبه للدخل الاخوان كاين هذا الباب هذا، ولا الدخل معاه انا نشارك معكم شكون الاخوان ديجا نتوما عارفين. هذا الباب هذا ولا الدخل معاه، ونشارك معكم الدخل ديال البلاصه. دابا حنا الاخوان وسط المدينه القديمه، اللي ما عمر ما شاف المدينه القديمه ديال مدينه الدار البيضاء هيك شايفه معي في هذا الفيديو. وحنا في نفس الوقت غادي نمشيو للسقاله. دابا يلا ندخلو. الدخله هي هادي، بانت ليا شاخده دايرين موسيقى. يلا الاخوان غادي ندخلو من الدخله، بانت ليا الدنيا مراونه وشاخده موسيقى. بالنسبه للاخوان كيف كتشوفوا معايا حنا يلا داخلين هاد البلاصه هادي، قد ما انكم نتوما داخلين كتشوفوا الماكله كطيب قدامكم، والاجواء ديال الماكله كطيب اون فاس ليكم، الطواجن اي حاجه كتعلق بالماكله كتشوفوها قدامكم الاخوان. اجيو معايا غندخلوا غادي نشوفوا البلاصه هادي. بالنسبه للاخوان السقاله انا اول مره كنجي ليها وبغيت نكتشف معاكم، وهاد المره جيت ليها لقيتها يعني عامره بزاف الاخوان، يعني جات في الويكاند وجات في الوقت ديال الراحه، الناس كلهم خارجين. بالنسبه لبلاصه الاخوان كيف كتشوفوا معايا الماكله كطيب قدامكم، الشفنج الطواجن كلشي كيطيب قدامكم الاخوان، كتشم ريحه الحريره، كتشم ريحه الاجواء ديال الماكله كاينه. هذه هي البلاصه اللي بغيت نشاركها معكم الاصدقاء ديالي. جينا الاخوان لقينا نايده شاخده بالدقه مراكشيه والجروب. الاخوان رانا عايش معكم واحد اللحظه واعره. بالنسبه للاخوان اللي جيتو السقاله هي دي انا كنساريكم فيها وتكتشفوها معايا. ومارينا شوبينغ اكبر مول كاين في كازا هو هذا، من بعد مروكو مول اللي حدا مسجد الحسن الثاني هو هذا الاخوان. دابا نمشيو ليه ونديرو فيه واحد جوله خفيفه ونكتشفوها جميع.
بالنسبه للبلاصه الاخوان عند اطلاله كطلع على الميناء ديال الدار البيضاء هو هذا. بالنسبه للاخوان انا جيت ما كنتش متوقع نلقى الطقم المراكشيه ولقى الاجواء ديال الشطيح والرديح في البلاصه هذه، ولكن الاخوان البلاصه عامره بزاف غادي تكتشفوها معايا وغادوزوا معايا وقيتها زوينه. بغيت نفطر ما لقيتش بلاصه فيها الرياح. من احسن الاخوان لو بغيتوا تجيو لهنايا في السكاله بجوج الصباح شويه بكري باش تقدروا انكم تختاروا بلاصه زوينه وترتاحوا شي بلاصه اللي تقدر انكم تعجبكم نتوما. الله حداك لا فامي ديالي. بالنسبه للفطور هو هذا، يعني كامل مكمول كيف كتشوفوا معايا. الثمن ديالو 90 درهم، واخا غادي يجيكم شويه غالي ولكن بالنسبه للجلسه وبالنسبه للبلاصه كيف كتشوفوا معايا مع الدق المراكشيه والاجواء ديال البلاصه هذه خاصكم تجيو ليها ودائما تكون فيها لانيماسيون. تنشطوا ليا مع راسكم وتفوزوا ليا الاصدقاء ديالي.
الاخوان وصلنا للنهايه ديالنا في السقاله. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم وبقيتوا في داكشي اللي بغيتوا. بالنسبه للناس اللي تيقلبوا على النشاط وتيقلبوا على البلاصه فين يفوجوا ويدوزوا وقتها زوينه الاخوان، التتمه مازال فين غنمشيو، بقاو معايا تبعوا الفيديو في الفيديو الثاني ان شاء الله.